Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we continue doing a general English test for third year secondary English. So let's share the screen and do that together. هنعمل النهاردة آخر اختبار في Aspire booklet. فنشوف مع بعض كده أول سؤال. Number one بيقول علي has A or N at a bank and he is learning a lot about the job. يبقى an internship، هو عنده تدريب في البنك وهو بيتعلم كتير عن هذه الوظيفة، يبقى internship A بمعنى تدريب. طيب number two، my mother works at a hotel، she has to be at home for 4 days. طالما لازم تبقى موجودة في البيت 4 أيام يبقى الشغل بتاعها اللي بتشتغله ده إيه؟ part time، اللي هو دي part time. طيب number three، I always get very nervous when I go for a job and I forget what to say. يبقى job A interview. لما بكون عندي مقابلة عمل أو من أجل التقديم في على عمل يعني بكون يعني إيه مش مركز أو بيقول I forgot what to say بنسى اللي أنا عايز أقوله يعني. يبقى job interview C الإجابة الصحيحة. طيب number four بيقول we should look for the in every experience we have. يجب ان احنا نبحث عن الدرس اللي هو the moral دي في اي خبره نكتسبها، اي حاجه او تجربه بنمر بيها لازم ندور على المورال اللي هو الليسون يعني او الدرس المستفاد، يبقى دي الاجابه الصحيحه. طيب نمبر 5 بيقول you should people with kindness and respect، يبقى لازم تعامل الناس باحترام وبلطف، يبقى اذا treat you should treat people، يبقى treat A الاجابه الصحيحه. طيب number 6 بيقول I have the same as my friends. We all think that we should look after the environment. يعني I should have the same. I have the same direction. ليه نفس التوجه زي أصدقائي. يبقى the same direction B الإجابة الصحيحة. طيب number 7 the Cairo Tower is a famous city landmark. بالضبط يبقى B الإجابة الصحيحة landmark من العلامات البارزة أو المشهورة أو السياحية في هذا المكان، يبقى B landmark الإجابة الصحيحة. طيب number 8 بيقول our teacher is and can speak 4 or 5 languages. يبقى our teacher is multilingual اللي هو A متعدد اللغات بيتكلم أكثر من لغة، يبقى multilingual بيتكلم هنا بيقول 4 or 5 languages 4 أو 5 لغات. لو واحد بيتكلم لغتين اسمه bilingual ثنائي اللغة، أكثر من لغتين بيسموه multilingual اللي هو إيه متعدد اللغات بيتكلم لغات كتيرة يعني. طيب يبقى number 9 بيقول around 250 languages are spoken in London. في حوالي 250 لغة في لندن لكن English is the language، يبقى أقول is the dominant language، هي اللغة الغالبة أو اللغة الأكثر انتشارا، يبقى dominant B هي الإجابة الصحيحة. طيب number 10 بيقول the columns in the temple which show figures and hieroglyphs are important. يبقى elaborate figures. elaborate يعني فيها details وتفاصيل كثيرة، يبقى دي معنى كلمة elaborate figures، يعني في رسومات أو أشخاص مرسومين على المعابد بتفاصيل كثيرة يعني. وفي هيروغليفز اللي هي اللغه الهيروغليفيه، يبقى اذا elaborate A هي الاجابه الصحيحه. طيب number 11 بيقول only students are present it has been raining heavily. في عدد قليل من الطلاب حضروا عشان كان في مطر غزير، يبقى a few students. باعتبار ان students countable يبقى بنختار a few، يبقى B الاجابه الصحيحه. طيب 12 more schools to decrease the number of students in classes. يبقى are going to be built، يعني مدارس سوف تبنى عشان نقلل عدد الطلاب في كل فصل، يبقى دي الإجابة الصحيحة. طبعا schools جامع فبتاخد are، ما ينفعش أقول was built هنا لأن was مفرد وما يجيش مع فاعل جمع، فالوحيدة اللي تنفع اللي هي دي. طيب number 13 scientists the side effects of COVID-19 for years they are still doing this task. يبقى عايز اقول ايه؟ have been researching، العلماء بيدرسوا تأثير COVID-19 لمدة سنوات وما زالوا بيدرسوه يعني. يبقى C have been researching، احنا عارفين ان الزمن المضارع
التام المستمر معناها حاجة بدأت وما زالت مستمرة، وطبعا في علامة في الجملة هنا 4 years من 4 أو سنس من العلامات اللي بتخلينا نختار الأزمنة التامة سواء مضارع تام أو مضارع تام مستمر. يبقى الإجابة الصحيحة هنا سي have been researching. طيب نمبر 14 بيقول children due care to prepare them for to face the challenges of life. يبقى are given، يعني يتم منح الأولاد الرعاية اللازمة عشان يطلعوا ويقدروا يواجهوا تحديات الحياة. يبقى are given هي مبنية للمجهول في المضارع، يبقى verb to be am أو is أو are زائد التصريف الثالث اللي ينفع مع children are، والتصريف الثالث من give given. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب 15 بيقول choose a correct option to put the question into indirect speech. عايزين نحول السؤال ده لغير مباشر. السؤال بيقول إيه بقى؟ are you prepared for the 21st century؟ ده السؤال. يبقى المفروض بقى ان احنا نقول ايه؟ The writer asked if we were prepared for the 21st century. اللي هي بي ار تتحول الى where، والجمله اللي بتبقى في صيغه بقى جمله خبريه طالما قال asked او inquired في الاول if، وبعدين نقول if we were. You هتبقى we، وبعدين ار هتبقى where، لان احنا بنغير الازمنه one step back in time. حاجتين اساسيين بنعملهم في تحويل من direct ل indirect، change of the pronouns نغير الضمائر، وفي نفس الوقت بنعمل tense shift the tense one step back in time، يعني المضارع نخليه ماضي، الماضي نخليه ماضي تام. يبقى هنا بي الإجابة الصحيحة. طيب number 16 بيقول my uncle has lived in this village his childhood. عايز أقول منذ الطفولة يعني، أو منذ طفولتي، يبقى since his childhood، لأن since بيجي بعدها نقطة في الزمن وليس مدة زمنية. ما ينفعش أقول for، لازم أقول هنا since his childhood. يبقى بي الإجابة الصحيحة، وكلاهما بيجي طبعا مع الزمن الإيه المضارع التام. طيب يبقى بي الإجابة الصحيحة. طيب 17 بيقول إيمان got the gold medal she hard lately. هي حصلت على الميدالية الذهبية. أنت بقى عايز نتوقع يعني نستخدم أحد المودلز أوف ديدكشن. يبقى she must have trained، لابد وأن تكون اتمرنت بشكل يعني بشكل جيد أو بجدية في الفترة الأخيرة. يبقى must have trained hard lately. يبقى B الإجابة الصحيحة. طبعا must زائد have زائد التصريف الثالث لو هعمل توقع في الماضي، هي خلاص فازت بالجائزة الذهبية أو بالميدالية الذهبية، يبقى أكيد التمرين ده تم وانتهى في الماضي، يبقى أنا بعمل التوقع ده على حاجة في الماضي. يبقى must زائد have زائد التصريف الثالث. لو أنا بعمل توقع في المضارع يبقى must زائد الفعل. فهنا must have trained الإجابة الصحيحة اللي هي بي. طيب 18 بقى بيقول لي the sales manager asked if I the reply to my complaint the week before. يبقى if I had received. تمام؟ كان أصل الجملة I received أو I have received، كلاهما لازم أحولها في الغير مباشر إلى الماضي التام، وبناء عليه A had received هي الإجابة الصحيحة. طيب 19 بيقول لي which of the following is punctuated correctly؟ هنلاقي إن أول واحدة I can't tell you now نقطة however ال H capital comma everything will be explained tomorrow evening، وبعدين نقطة أو full stop في الآخر. يبقى A هي الجملة الصحيحة. طيب 20 بيقول Mr. Gabber is a sales manager lives next to, door to us. يبقى who is Mr. Gabber اللي هو مدير المبيعات يعيش أو يسكن بجوارنا. طبعا الجملة دي كلها اللي هي ما بين commas اسمها non-essential relative clause، يعني جملة وصلية فيها معلومات غير أساسية أو إضافية، فممكن ألغيها خالص احذفها يعني، وتبقى الجمله مستر جابر ليفز نيكست دور تو اس. المهم يعني الاجابه الصحيحه سي، عشان هو عايد على مستر جابر اللي هو شخص عاقل، فبستخدم معاه هو، يبقى سي الاجابه الصحيحه. شوف السؤال 21 بيقول Do you know that the first mobile phone call 40 years ago يبقى was made 40 years ago. يبقى سي تمت من 40 سنة، أول مكالمة على الموبايل التليفون الموبايل تمت من 40 سنة، يبقى was made was في الماضي، والتصريف الثالث من make اللي هي made، يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب 22 which of the following can be used to show reason؟ إيه اللي بستخدمه عشان أبين السبب؟ هي كلمة due to اللي بتبين السبب بسبب كذا، يبقى C الإجابة الصحيحة. طيب 23 بيقول in an essay about the importance of keeping cultural heritage
Which of the following can be a topic sentence؟ إيه الجملة الرئيسية أو الفكرة الرئيسية اللي ممكن أستخدمها في مقالة عن أهمية الحفاظ على التراث الثقافي؟ هلاقي إن هي C. It is taken for granted that cultural heritage is the backbone of the civilization. هو العمود الفقري للثقافة of every nation لكل أمة all over the world. يبقى C هي الإجابة الصحيحة. كده خلصنا الـ MCQ، نشوف مع بعض سؤال الـ reading. What skills do you need to have a successful career? إيه هي المهارات اللي أنت عايزها عشان يبقى عندك عمل ناجح؟ In the past, it was common for people to enter a profession at a low level. كان الناس في الماضي بتخش أي مهنة بمستوى مهاري منخفض where they could first learn about the job وبعدين بيتعلموا عن هذه الوظيفة. The overtime as the person got more experience. Then overtime يعني مع مرور الوقت الشخص بيكتسب خبرة.